الحمد لله ما تاثرش عليا رمضان. رمضان كنخدموا عادي. هو رمضان زوين الانسان اللي كيكون من بلي ما والو كيجي رمضان عادي مع الصيام وشويه ديال لونطريما هادي ما كنحش بديك الضغط اللي كيجيني بزاف. بخير وعلى خير تمشي خدمتي اليس نجي اليس ما عمرني حسيت بشي خطره عيان ولا تعبان ولا شي حاجه والو عادي نورمال. هي في السيمانه الاولى كتكون شويه صعيبه حيت بنادم ما مولاش رمضان ولكن من بعد ضروري الواحد يولف. عادي كما الايامات الاخرى لا ما كنلقاش مشكل نهائيا. ولكن بنادم يعاون راسو شويه بالسحور يعني مع ديك قبل ما يودن بواحد ساعه ديال الصباح خاصو يتسحر شويه باش يبقى شاد ليه الموفمون شويه في التشوضار ديالو في الكبش ديالو باش يبقى شويه شاد تيفطر عاوتاني كذلك في العشيه. انا ما كياثرش ليا الحمد لله رمضان ديما كيعجبني ما كنتقطع فيه ما والو كنبقى ديما ضاحك بخير مع موالين الدار مع خوتي بخير زاهيه القاديه زوينه كوا كان العام كامل رمضان نصوموا رمضان كامل في العام.